العملية هذه اللي راح تسمح إن شاء الله بتزويد الساكنة الممونة من هذا المحطة اللي هي تقدر ب 17,000 نسمة. هذا 17,000 نسمة فيها 12,000 بالنسبة للحمري والدواوير تاع الحمري، و 5,000 نسمة بالنسبة لدواوير دواوير بنزنطيس، الجهة الجنوبية لبنزنطيس. يعني الهدف المرجو من هذا المشروع هو التزويد يعني التزويد المواطنين بالمياه بصفة يومية.